للمزيد إذن من تطورات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في جرائمه مستخدما الذكاء الصناعي وتنفيذ مزيد من الاقتحامات والاعتقالات في كل من أراضي فلسطين بالتزامن طبعا مع يوم الأسير الفلسطيني. نرحب بضيفنا عبر سكايب من مدينة بيت لحم رئيس نادي الأسير أو قبل ذلك المحلل العسكري الفلسطيني من نابلس محمود الصيفي. مرحبا بكم أستاذ محمود معنا. أهلين أهلين، مساء الخير، حياكم الله، مساء النور. أستاذ محمود، إذن في اليوم 94 بعد 100 للعدوان على غزة، يواصل كما تعلمون هذا الاحتلال بعدوانه الغاشم استهدافه المدنيين في مناطق عديدة من غزة. ما الذي يهدف إليه الاحتلال عن طريق هذا العدوان الغادر ضد المدنيين باستهداف المدنيين ومحاصرتهم؟ يعني لا شك أن الاحتلال الصهيوني مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الدول التحالف الأوروبي وكثير من دول العالم، يعني لا شك أن هذه الحرب العدوانية التي اليوم بدأت باليوم 94 بعد 100، يعني بدأنا في النصف الأول من الشهر السابع حقيقة، هذه الحرب العدوانية، حرب الإبادة الجماعية. نشاهد أنا يوميا أن هناك مجازر ترتكب من قبل هذه الدولة العنصرية، يعني ضاربة عرض الحائط، الأعراف والقوانين والاتفاقيات، حتى أن نطلق على أن الاحتلال الصهيوني وبدعم من الولايات المتحدة كما ذكرنا، يعني دفنت في قطاع غزة كل القوانين، اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اتفاقية لاهاي والقانون الإنساني، وكل القوانين التي صيغت منذ أكثر من 100 عام للحفاظ على الإنسان الذي يقع في أسيرا تحت الحرب أو الذي يقع في خضم هذه الحروب. ولكن هذه الدولة العنصرية لم تضع أي اهتمام لما يحصل في العالم من احتجاجات، سواء كانت رسمية أو شعبية. يعني جماهير العالم جميعها الآن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وضد هذه الحرب العدوانية، ولكن هذه الحكومة الصهيونية ماضية في ارتكاب المجازر اليومية. يعني كثير من المؤسسات الدولية يعني وضعت يعني أعدت أرقام خيالية حول الشهداء من النساء والأطفال، أكثر من 70% من الشهداء هم من النساء والأطفال. يعني هناك استهداف حقيقة، هناك استهداف للأطفال، هناك استهداف للنساء. يعني الأطفال، تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا تجاوزوا 13,000 شهيد، والنساء تجاوزنا أكثر من 10,000 شهيدة، إضافة للشيوخ والمرضى. يعني مشهد مؤلم حقيقة ما يحصل في قطاع غزة، دمار شامل 70% من المساكن والمؤسسات، سواء تعليمية، صناعية، صحية، دمرت بالكامل، وكل هذه المؤسسات تشاهد ما يحصل، ولكن لم يستطع أحد سواء رسمي، سواء محكمة دولية، سواء مجلس الأمن الدولي الذي أخذ قرار بوقف الحرب. يعني كل ما يحصل في قطاع غزة لم يستطع أحد أن يوقف هذه الجريمة اليومية ضد الشعب الفلسطيني. يعني إلى متى هذه الجريمة ترتكب في كل يوم؟ مشاهد مؤلمة يشاهدها العالم على الفضائيات يوميا، يشاهد الأطفال، يشاهد الأسرى. يعني أسرى قطاع غزة، هناك إخفاء قصري للأسرى في بشأن موضوع الأسرى. أيضا اسمح لي أن نشرك معنا من بيت لحم رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري. مرحبا بكم أستاذ عبد الله. أيضا أصدرتم بيانا في نادي الأسير طبعا بمشاركة عدد من المنظمات المعنية، أكدتم فيه أن عدد الأسرى حتى الآن وصل
في سجون الاحتلال يعني زاد على 9500 أسير. ما الذي يعنيه لكم هذا العدد بصفتكم منظمات معنية في هذا الجانب؟ يعني مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين والمتابعين والشعب الفلسطيني الذي يحيي يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الوطني لنصرة الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا اليوم في ظل حرب الإبادة الجماعية وفي ظل عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك في ظل ارتفاع وتيرة الاعتقالات التعسفية التي طالت مختلف قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني، بل هناك ارتفاع كبير في عمليات الاعتقال التي طالت الرجال والنساء والأطفال وكل فئات المجتمع الفلسطيني بعد 7 أكتوبر. انقض الاحتلال الإسرائيلي واستغل هذا العدوان وبدأ يمارس سلسلة متواصلة من عمليات القمع والتنكيل والإجرام بحق الأسرى داخل هذه المعتقلات التي أصبحت تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، بل هي أبعد من ذلك بكثير، حيث لجأ الاحتلال إلى فرض مزيد من القيود والإجراءات القمعية والأوامر العسكرية التي أتاحت لهذا المحتل أن يجرد الأسرى من كافة حقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، والتي جزء كبير منها أيضا تم تحقيقها بتضحيات جسام خاضتها الحركة الأسيرة على مدار سنوات طويلة من الاحتلال. هذا الارتفاع في منسوب عمليات الاعتقال يعبر عن نزعة من الانتقام والسلوك العدواني والوحشية في التعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمعزل عن الأسرى من قطاع غزة، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 8300 مواطن بعد 7 أكتوبر، وقبل ذلك كان يتواجد في سجون الاحتلال ما يقارب 5000 أسير، منهم من تم إطلاق سراحه خلال الفترة الماضية من الذين اعتقلوا بذريعة ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهذا اعتقال تعسفي لا يخضع لأي مقومات على الإطلاق، بل هي سياسة عقابية انتقامية بحق المعتقلين الفلسطينيين. فبمعزل عن 9500 المتواجدون في سجون الاحتلال، نحن نعتقد أن الاحتلال اعتقد الآلاف من الأسرى من قطاع غزة الذين لا زالوا يواجهوا سياسة الإخفاء القسري والمصير المجهول وعدم إفصاح الاحتلال عن أي معلومات تتعلق بهم وبظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم، وهذا يشير بشكل مؤكد بأن الاحتلال ينفذ اعتداءات وإعدامات وعمليات قتل بحق هؤلاء المعتقلين الذين يحتجزوا في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون للضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة، ويتركوا وهم معصبو الأعين ومكبلو الأيدي والأرجل لأيام وأسابيع، ومنهم من مترت أطرافه بسبب هذه القيود التي أصبحت تستخدم كأساليب لتعذيب المعتقلين. لا شك أن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة يمر في أخطر وأصعب مرحلة في تاريخ الصراع مع هذا الاحتلال المجرم الذي ينتهك كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، بل يعمل بمعزل تام عن هذه الاتفاقيات ويصدر الأوامر العسكرية والقرارات التي من شأنها أن تزيد من حالة الاختناق لدى الأسرى الذين جردوا من أغراضهم الشخصية ومقتنياتهم الخاصة ومن ملابسهم وأغطيتهم ويحتجزوا في ظروف حاطة بالكرامة. سأعود إليك أيضا أستاذ عبد الله. من هنا أيضا أستاذ محمود، عمليات الاحتلال كما تعلمون تركزت في الأيام الأخيرة في الشمال والوسط من قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال ذكرت من قبل أنها يعني تدفع بالنازحين من الجنوب إلى الشمال والوسط، وهو ما يتناقض مع التمهيد لعملية رفح. كيف تفسرون ذلك؟ هل من تغير في خطة الاحتلال؟ يعني واضح أن جيش الاحتلال يعني بتصريحات من خبراء من متقاعدين لجيش الاحتلال الصهيوني أن لا أهداف واضحة لجيش الاحتلال، لأن جيش الاحتلال تورط في قطاع غزة وغرق في وحل قطاع غزة، لم يستطع أن يحقق شيء من أهدافه، فلذلك كثير من الخطط التي يعلنها بين الفينة والأخرى أننا سنتوجه إلى رفح، سنتوجه إلى خان يونس، انسحبوا من خان يونس، انسحبوا من بيت حانون، وما زالت المقاومة الفلسطينية تتصدى لهذا الجيش النازي الذي يقتل الأطفال، يقتل النساء، فلذلك خطط
جيش الاحتلال ما زالت غير واضحة. يعني يدل أي خبير عسكري ينظر ويشاهد على مدى 6 أشهر أن كثير من الألوية تم سحبها نتيجة انهزامها في الميدان، نتيجة تضررها كثيراً، كثير من القتلى في الألوية التي تم سحبها من قطاع غزة. وبالتالي يعني المشاهد سواء مراقب سياسي أو عسكري يشاهد ما يحصل في قطاع غزة. حقيقة هناك انسحاب لقوات الاحتلال من بيت حانون، هناك انسحاب من كثير من أحياء قطاع غزة. يعني الجيش يتخبط وفي العلن يقول أن هناك استعدادات لاجتياح مدينة رفح. يعني الاحتلال لا يعلم ماذا، لا يريد أن يفصح على ما يريد. يعني ما يحصل في داخل المجتمع الصهيوني، الضغوطات اليومية سواء من أهالي المحتجزين أو سواء من الجمهور في المجتمع الصهيوني الذي يرى أن هذه الحرب لم تحقق أهدافها وأن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة في قطاع غزة وتقاوم، وما زالت الرشقات الصاروخية تطلق من كافة أماكن قطاع غزة، حتى من بيت حانون ومن غزة، أحياء غزة، خان يونس ودير البلح وكثير من أماكن قطاع غزة ما زالت المقاومة. وهذا ما يزعج حقيقة، ما يزعج أركان جيش الاحتلال الذي يسحب لواء ويزج بلواء والآن يجهز بلواءين من الاحتياط لزجهما في الحرب الإبادة الموجودة في قطاع غزة. يعني ما نشاهده الآن أن هذا الجيش يتخبط وكأنه ينتظر معلومات هنا أو هناك للوصول إلى الأسرى الصهاينة دون يعني استهدافهم للأطفال، استهدافهم للمربعات السكنية وتدميرها يعني بشكل كبير جدا. هذا يدل على أن هذا الجيش لا يعلم ماذا يفعل. لا. يعني أين أهدافكم؟ أين هل هدفكم أهدافكم النساء؟ أهدافهم المستشفيات والجامعات؟ يعني فشل ذريع يعني الآن يلف هذا الجيش الصهيوني النازل. أيضا أستاذ عبد الله الزعاري، هذا العدد الذي يتزايد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما تعلمون تزايد هذا العدد مع بدء العدوان وحتى الآن. ما هدف الاحتلال برأيكم بزيادة وتيرة الاعتقالات وزج الفلسطينيين في السجون؟ هل من علاقة لذلك بالمفاوضات؟ من الممكن أن يستخدم الاحتلال ذلك ورقة ضغط في سير مفاوضات إنهاء الحرب؟ لا، هو يعني الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة الاعتقال كاستراتيجية منذ سنوات طويلة، وعمليات الاعتقال طالت أكثر من 1,000,000 فلسطيني منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ولكن استغل الاحتلال هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدأ يمارس عمليات اعتقال واسعة وعشوائية طالت مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني. بمعنى أن هناك أسرى كانوا معتقلين قبل 10 سنوات عاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى منذ 7 أكتوبر وزجهم في الاعتقال الإداري الذي يستخدم كوسيلة عقاب بحق الشعب الفلسطيني. وكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى تحديدا داخل السجون يعبر عن نزعة الانتقام. هو ينتقم من كل ما هو فلسطيني، يترك المستوطنين يعيثون فسادا في الأراضي الفلسطينية، يحرقون ممتلكات المواطنين ويطلقون النار على الناس العزل كما حصلت الأيام الماضية في مختلف القرى الفلسطينية، وفي نفس الوقت يمارس حرب إبادة جماعية لحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بمعنى أن الوضع داخل الأراضي الفلسطينية هو على صفيح من نار منذ سنوات طويلة نتيجة غياب الأفق السياسي وتنكر منظومة الاحتلال الإسرائيلي لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية وحتى الاتفاقيات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. الاحتلال الإسرائيلي في ظل حكومة اليمين المتطرف يسعى إلى قتل حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وتحرير الأسرى وبناء الحدود والمناطق التي السيادية المتعلقة بدولة فلسطين القادمة. وهذا يأتي في ظل
عجز دولي في ظل انحياز من المنظومة الدولية وعلى رأسها الهيمنة الأمريكية والغربية على منظومة الأمم المتحدة التي وقفت عاجزة تماما أمام حجم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبحق المعتقلين على وجه الخصوص. أيضا يسعى الاحتلال من خلال عمليات الاعتقال إلى قتل جذوة النضال الفلسطيني التي لا يمكن أن تباد طالما أن هناك إيمان بحتمية الانتصار وبأعداد القضية الفلسطينية وبأن هذه الأجيال الناشئة تتربى على حب الوطن والنضال والمواجهة من أجل الحصول على حقوقهم الوطنية المشروعة التي يعني يسعى إليها أي شعب يرزح تحت الاحتلال. شكرا جزيلا لك يا عبد الله الزهري من بيت لحم رئيس نادي الأسير الفلسطيني. في أقل من دقيقة أستاذ محمود الصيفي، كيف تعلق على رد الاحتلال بشأن استعماله أو استخدامه الذكاء الصناعي وذلك في أثناء رده على المجازر والجرائم التي يرتكبها وهذا الدمار لآلة الحرب الصهيونية؟ يعني بات واضحا حقيقة أن الحروب التقليدية الآن بدأت تعتمد حقيقة على موضوع ما يسمى الذكاء الاصطناعي، والجيش الصهيوني استخدم الذكاء الاصطناعي في تدمير الكثير من المؤسسات الفلسطينية وأيضا قتل الكثير من أفراد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني حرب 2021 استخدم الاحتلال الذكاء الاصطناعي، وكان في العام كان يستهدف أكثر من 100 هدف، ولكن اليوم الذكاء الاصطناعي ما يستخدمه جيش الاحتلال خاصة يعني منصة الأهداف المسمى جوست بيل ومنصة لافندر، الآن بدأ جيش الاحتلال يستخدم هذه المنصات في تحديد الأهداف. يعني الآن الأشهر الأولى حقيقة في الأشهر الأولى للحرب حددوا أكثر من 15,000 هدف في حتى الثاني من تشرين الثاني، يعني في أقل من شهر حددوا أكثر من 15,000 هدف. وهذه الأهداف هي ليست يعني أن تكون هي أهداف مقاتلين، ولكن أهداف فيما تبين بشكل يعني تبين أن هذه الأهداف هم المؤسسات الصحية، هم المؤسسات التعليمية، هم النساء، الأطفال. يعني حتى كثير من خبراء الأمم المتحدة في هذا المجال يشككوا في استخدام الذكاء الصناعي للجيش الصهيوني. نعم، واضح. إهداف الكم الكبير من القتل الجماعي لأهلنا في قطاع غزة. من نابلس المحلل العسكري الفلسطيني محمود الصيفي، شكرا جزيلا لك.